السلام عليكم سمسوماتي، الزينات الغليظ على قلبي. نتمنى يلقاكم فيديو اليوم في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو مهم وراح يهمكم اكيد، خاصة للي عندهم مشاكل في انقطاع الخيط اثناء الخياطة. اول حاجة نبدأ بها انه نرقليو هاد الارقام، يعني الرقم نحطوه في الرقم المناسب، بمعنى انه كي تخيطوا الخيط يمشي، ما يكونش يعني مسيري مزير، هنا يكون مزير ياسر قادر الخيط ينقطع أثناء الخياطة. هذه أول حاجة لازم ترقليو الأرقام هادم. أنا كي شريتها كانت في الرقم 4، ومع الوقت ومع الخياطة دي رقلات لي وليت نحطها في رقم 7. ثم أنتوما والماكينة اللي عندكم لازم كي تخيطوا، كي تعودوا تخيطوا تشوفوا انه الخيط راهو يمشي في هذا المكان، يعني هذا المكان راهو مرخوف، مش هو يعني مسير ياسر. كل ما يكون مسير ياسر تاكدوا باللي الخيط راح يتقطع لكم، يعني لازم تشوفوا الرقم المناسب اثناء الخياطه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لازم تتاكدوا من موضع الابره، لازم الإبرة كي توضعوها تكون في الوضعية الصحيحة، بمعنى كي تركبوا الإبرة كي ترخفوا هذا المكان وتنحيوا الإبرة وتركبوها، لازم الثقب اللي موجود في الإبرة يكون مقابلكم، لأنه إذا كانت الإبرة مشي في الوضعية الصحيحة تأكدوا باللي الخيط راح يتقطع وتاني الإبرة راح تنكسر. هذه تأكدوا منها، من وضعية الإبرة تكون الثقب مقابل ليكم نتوما في المكان الصحيح. ثالث حاجة تأكدوا من هذا القفل، كي تضغطوا عليه كي يكون مثلا القماش رقيق، يعني باش الخيط يمشي لكم. كي يكون القماش رقيق تضغطوا قليلا على هذا المكان، ولكن القماش خشن ترخفوه باش الخيط ما يتقطع لكمش اثناء الخياطه. هذه ثالث حاجه. رابعا نفتحوا الدرج، نجبدوا المفك الصغير وننزعوا هذا المكان. بعد ما ننزعوا المكان نفتحوا الجهه اللي من الاسفل، جهه الكانات هذه نجبدوها. نجبدوها بهذا الشكل. هذا المكان اول حاجه واش نديرو، هذا المكان نطفوه. اذا لقيتو يعني بقايا من الخيوط هادم ايضا يتسبوا في انقطاع الخيط اثناء الخياطه، لازم ننظفوه المكان هذا جيدا ونزيتو المكان قليلا، ما تكتروش يعني قطره ولا زوز، نزيتوه المكان هذا ونزيدو نحكمو الكانات. لكن تلاحظوا معايا هنا كاين برغي، هذا البرغي الصغير تحكمو المفك وترخفوه قليلا بهذا الشكل. هذا المفك ترخفوه قليلا، هذا اذا كان عندكم مشكله في انقطاع الخيط كما تلاحظوا معايا. انا يعني ما رخفتهاش لانه الكانت تاعي يعني ملاحه ما تقطع ليش الخيط. المهم ارخفوا شويه برك ما تكتروش. وكاين طريقه اخرى انا ساعات نستعملها وصراحه تعطيني نتيجه هائله والخيط ما عادش يتقطع لي اثناء الخياطه. واش ندير الخيط هذا؟ ننزعه تماما، يعني نحيه من الإبرة ونعاود نركبه، يعني نعاود نركب الخيط من دار وجديد منا ونركبه وندخله. هذه طريقة يعني تخلي الخيط ما يتقطعش أثناء الخياطة. وأيضا من الأفضل رقم الغرزة تحطوه في رقم 3، لأنه في رقم 3 ما تكونش يعني سيريا ياسر الخياطة
وتساعدكم يعني أثناء الخياطة، وأيضا الخيط ما يتقطعش. يعني أحسن رقم تحطوه توضعوه هو رقم 3. وفي الأخير نتمنى فيديو اليوم كان فاتكم ولو بالقليلة، لأنه المشكلة انقطاع الخيط أثناء الخياطة هو مشكل عويص، ويعني باش تتفاداوه تبعوا الخطوات اللي حطيتهم لكم في الفيديو، لأنه المشكل هذا شفته يعني في عديد من التعليقات في فيديوهاتي السابقة. شفت بأنه هذا إشكال عند الناس، معظم الناس اللي عندهم ماكينات الخياطة، يعني أي نوع كانت هذه الماكينة. نتمنى كنت فدتكم، ودعوا لي دعوة خير إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وحفظها، وانتظروني في فيديوهات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.